بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بالجميع في هذا البرنامج التعريفي المتكامل لشركة DXN. DXN عبارة عن حلول متكاملة لحياة أفضل، وهذه حقيقة الشريحة، وهذه العبارة أيضا تشرح مفاهيم كثيرة من الحصول على حياة متزنة متوازنة من كل المجالات، سواء كان الصحية أو المالية أو الاجتماعية أو تحقيق الأحلام والأهداف من خلال نظام DXN. بإذن الله سوف يبدأ تعريفنا حول DXN، رسالة DXN، رؤية DXN، قوة DXN، انتشارها، وأيضا الشهادات التي حصلت عليها DXN. وهذه أول شريحة من شريحة التعريف لDXN. هذه رسالة حقيقة، رسالة DXN، رسالة واضحة. تؤمن DXN بنظام المشاريع الحرة، والحقيقة اليوم المشاريع الحرة هي المجال الأوسع لتحقيق كثير من الفرص في الحياة، وتهدف DXN إلى تحسين صحة الناس في جميع أنحاء العالم، سواء كان الصحة الفكرية أو الصحة النفسية أو الصحة الجسدية. وفي الوقت الذي تسعى فيه إلى تحقيق هدفها المتمثل في توفير الصحة الجيدة للناس، طبعا من خلال البرامج والملتقيات والتوعية، وأيضا من خلال باقة المنتجات حقيقة الاستهلاكية المتوفرة، تتطلع DXN إلى جني دخل مادي مشروع ومباح. مشروع أي قانوني ومصرح، ومباح أي حلال، سواء كان في المنتجات أو النظام، لكل المشتركين معها وهم الأعضاء حقيقة المنضمين وشركاء النجاح المنضمين. هذه رسالة جيدة ورائعة. وأيضا رؤية DXN هو أن يحصل أعضاء DXN في نهاية المطاف على صحة جيدة واستقلال مادي، أي الحرية المادية، الصحة الجيدة والحرية المادية، ومع مرور الأيام يتزايد شعور أعضاء DXN بالرضا عن إنجازاتهم الشخصية. الحقيقة دائما السعادة أيضا تأتي بالرضا، ومن خلال إنجازات شخصية الإنسان يعني يكون أيضا يحقق السعادة في حياته من خلال إنجازات الشخصية، سواء كان الصحية أو المالية أو العلاقات أو التطوير الذاتي أو تحقيق أحلامه وأهدافه في الحياة. أيضا الحقيقة أو DXN هي أول شركة تسويق متعددة المستويات تطلق مفهوم عالم واحد سوق واحد، أي بطاقة عضوية عالمية صالحة في جميع دول العالم. أيضا DXN الحمد لله رب العالمين الآن موجودة في أكثر من 186 أو أكثر من 186 دولة حول العالم، ومكاتبها الرئيسية تعدت 50 مكتب رئيسي حول العالم، وهذا حقيقة نمو وازدهار لشركة DXN. DXN اليوم أكملت 25 سنة، تأسست عام 1993، واليوم نحن في 2018، DXN تكمل السنة رقم 25، وهذا أيضا نجاح وازدهار وتطور وأيضا قوة لDXN. أيضا الحقيقة DXN لديها إنجازات رائعة منذ عام 1993، حيث أن DXN تنطلق أيضا من قاعدة قوي جدا، وهي قاعدة الزراعة والصناعة والتسويق، وهذا حقيقة الإنجازات اللي يعني كانت مع DXN من عام 1993، وافتتاحها للمصانع والمزارع أيضا، وإنتاجها للمنتجات الاستهلاكية، والنجاحات الحقيقة المتعددة، مما أدى إلى أن DXN طبعا تكون الشركة الأكثر ازدهارا، وأيضا حصلت على المركز رقم 24 من بين أفضل 100 شركة بيع مباشرة أو شركة بيع مباشر في العالم. وأيضا هذه قوة لDXN. الدكتور مهاتير محمد حقيقة الرئيس الأسبق لماليزيا، وهذا الرجل حقيقة له بصمة في ماليزيا وفي خارج ماليزيا، يفتتح أحد مصانع DXN، والحقيقة هذا يعتبر اعتبار أن هذا دعم حكومي لDXN من حكومة ماليزيا أيضا في الداخل، وأيضا دعم لDXN في الخارج من خلال أيضا وجود الوزراء الذين أيضا زاروا مكاتب DXN في الدول التي تتواجد فيها DXN. نجاح بعد نجاح مع DXN،
وعالم من التألق الحقيقة أيضا من خلال الداتوليم وهو مؤسس دي اكس ان، رجل ذا أبحاث علمية ورجل باحث في الغذاء والتغذية والمتوازنة. أيضا دي اكس ان لها شهايد حقيقة معتمدة من الايزو إلى الحلال إلى الدي اس اي ام جمعية البيع المباشر إلى الجي ام بي إلى تي جي اي، حقيقة شهايد لا تعد ولا تحصى حصلت عليها دي اكس ان، مؤسس دي اكس ان ودي اكس ان ومنتجات الدي اكس ان وأيضا نظام الدي اكس ان. يستطيع أن الواحد يزور موقع الدي اكس ان www.dxn2u.com ويحصل أيضا على شهادات بشكل شفافي وبكل أمانة ومصداقية، وهذا أيضا قوة من قوة دي اكس ان الحقيقة التي جعلتها تنتشر حول العالم. أيضا هذه قوة مضافة لدي اكس ان وقيمة مضافة لدي اكس ان حقيقة حصولها على شهادة الزراعة العضوية، ودي اكس ان تمتلك 3.8 هكتار من المزارع العضوية لزراعة فطر الجاونديرما وزراعة فطر الكورديسيبس وزراعة عرف الأسد. والحقيقة دي اكس ان اليوم تعتبر أكبر مزارع، تمتلك أكبر مزارع لزراعة الفطر الجاونديرما حول العالم. هذه الشهادة الحقيقة اللي حصل عليها دي اكس ان من وزارة الزراعة الماليزية شهادة ذات مصداقية وقوة، وتستطيع دي اكس ان تثبت أن منتجاتها منتجات ذات قيمة غذائية وأيضا عضوية بحسب الشهادات الموجودة. أيضا الحقيقة بيئة إنتاج المنتجات والمصانع التي توجد في ماليزيا الحقيقة، واللي أيضا نحن الحقيقة يعني كان لنا الشرف بزيارة هذه المصانع، بحث متقن ومعالج متطورة في إنتاج منتجات استهلاكية كالقهوة والمعجون والشامبو وغيرها من المنتجات الاستهلاكية. وحقيقة يعني هذه المنتجات تأتي أيضا من خلال يعني زراعة وتصنيع وتغليف بشكل متقن وجيد، أيضا لتكون تحت يد المستهلك بكل جودة بجودة عالية، أيضا ليستفيد منها المستهلك كون أساسا المستهلك يبحث عن المنتجات ذات الجودة العالية. طبعا نتحدث الآن حول منتجات الدي اكس ان وأيضا قوة هذه المنتجات الاستهلاكية، أنواع هذه المنتجات وكيف المستهلك يستفيد من استهلاك هذه المنتجات ذات القيمة العالية في استهلاكات اليومية. حقيقة هذه هي القاعدة التي تنطلق منها منتجات الدي اكس ان، ليكون غذاؤك دواءك، درهم وقاية خيرا من قنطار علاج. 80% من غذاء الإنسان يجب أن يكون قاعدي مثل الحبوب الكاملة والخضروات والفواكه، و20% فقط يجب أن يكون حامضي. والحقيقة هذا الهرم الغذائي المتعارف عليه سواء كان في منظمة الصحة العالمية أو بالنسبة للدول التي تتداول هذا الهرم الغذائي، ولكن للأسف اليوم واقعنا أيضا يعني يجبرنا أن نحن أساسا هذا الهرم الغذائي نحن نستهلك بالشكل الخاطئ. فاليوم أصبحت المشاكل الصحية في ازدياد، فكيف ممكن نحن اليوم نكون مستهلكين حكماء ونتبع أيضا قاعدة غذائك دواءك؟ الحقيقة هذا أيضا ما تقدمه منتجات الدي اكس ان من قيمة غذائية عالية من مواد مضادة للأكسدة، الوقاية وبناء الجسم، قلوية وليست حمضية، تحتوي على الألياف، تساعد على تنشيط الدورة الدموية، تساعد على إخراج السموم من الجسم، وأيضا تساعد على توازن جسم الإنسان. هذه القيم الحقيقة يعني كلها موجودة في منتجات الدي اكس ان، واليوم الإنسان العاقل الواعي الفطن يبحث عن منتجات تمد بهذه القيمة وبهذه المواد ليجعل أيضا حياته حياة طيبة صحية أيضا من خلال استهلاك اليومي. أيضا الجميل في الأمر أن منتجات الدي اكس ان منتجات استهلاكية نحتاجها كل يوم من أغذية طبيعية صحية، من أطعمة ومشروبات، من نظام تنقية المياه، وأيضا منتجات العناية الشخصية، وأيضا منتجات العناية بالبشرة ومستحضرات تجميل. حقيقة منتجات متنوعة في يد المستهلك، ما على المستهلك فقط أن يتعرف على هذه المنتجات ويستهلك هذه المنتجات أيضا للاستفادة والقيمة المضافة منها كمنتجات ذات جودة عالية وغذائية وصحية تفيده وتفيد أسرته وتفيد أيضا أفراد مجتمعه. أول هذه المنتجات الحقيقة هي منتجات الأغذية الطبيعية الصحية، وحقيقة يعني الدي اكس ان قامت من بدايتها على المنتجات الطبيعية الصحية كفطر الجاروديرما وأيضا طحال بالسباولينا وأيضا عرف الأسد فطر عرف الأسد وأيضا فطر الكورديسيبس
وأيضا المايكوفيجي، هذه المنتجات الحقيقة اللي تمد الإنسان بالعناصر الغذائية اللازمة لتجعل أيضا حياة الإنسان حياة صحية. اليوم في خضم التحديات الموجودة تجعل الحياة الصحية حياة طيبة متزنة من خلال استهلاك الطبيعي لهذه المنتجات، وهي المنتجات الغذائية الطبيعية الصحية. وأيضا منتجات الدي أكسن أيضا يوجد توليفة من الأطعمة والمشروبات حقيقة، اللي اليوم الإنسان المستهلك فيها مس الحاج لها من أطعمة ومشروبات، من الشاي إلى القهوة إلى الكاكاو إلى السيريال إلى السيريال أو رقائق سباولينا، إلى عصير الكركدي، إلى عصير المورينزي، إلى عصير المورينزايم، إلى المربى، إلى حقيقة يعني القهوة بأنواعها، إلى زيت النارجيل حقيقة، إلى الخل الطعام. كل هذه حقيقة هي باقة من الأطعمة والمشروبات اللي يحتاجها المستهلك في حياته اليومية كمنتجات غذائية صحية. أيضا نظام تنقية المياه الحقيقة أيضا خيار للذين يعني لديهم أيضا وعي صحي في أيضا استهلاك ماء ذا جودة عالية، لأن الماء أيضا يمثل في جسم الإنسان 70%، فأيضا يحتاج إلى مياه ذات قيمة غذائية. فنظام تنقية المياه الحقيقة هذا النظام جيد جدا، وأيضا سهل الحمل أو سهل الاستخدام وسهل التركيب، ويستطيع أي مستهلك أن يركبه في البيت ويستفيد من المزايا الموجودة. الجزء الرابع أيضا منتجات العناية الشخصية. لليوم أساسا نحن في أمس الحاجة إلى منتجات العناية الشخصية صحية بدون مدخلات كيماوية ضارة لجسم الإنسان، وهي أيضا منتجات عناية شخصية متنوعة من المعجون إلى الصابون إلى الشامبو إلى الزيت إلى كريم الشاي إلى البودر، طبعا باقة حقيقة متنوعة من المنتجات الاستهلاكية للعناية الشخصية. طبعا باقة منتجات العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل، دي أكسن أيضا توفر هذه المنتجات الحقيقة لاستفادة المستهلك من هذه المنتجات، كون هذه المنتجات تدخل في قضية العناية بالبشرة والتجميل، فمنتجات فيها مدخلات غير ضارة لجسم الإنسان، وهي منتجات ذات جودة أيضا ومنتجات صحية. حدثنا عن أول منتج من منتجات الدي أكسن وهو فطر الريشي الجانوديرما. الحقيقة فطر الجانوديرما عضوي غني بالعناصر الغذائية، يساعد على إزالة السموم المتراكمة في جسم الإنسان، يتمتع بتأثير ممتاز في تحسين الصحة بشكل عام، أيضا مثالي للطبخ، وأيضا عند إضافته للمشروبات أو عند استهلاكه مباشرة مع الماء أيضا حقيقة له قيمة غذائية ممتازة. وننصح الجميع باستهلاك الفطر الأحمر كون أساسا كفطر مغذي يمد جسم الإنسان بكثير من العناصر الغذائية. الطحالب الخضراء السباولينا أيضا الحقيقة هذه الطحالب الخضراء السباولينا تحتوي على كمية كبيرة من العناصر الغذائية، وهي تحتوي على الكلوروفيل وتساعد على ارتفاع نسبة الهيموغلوبين في الهيموغلوبين هو مقاومة فقر الدم. أيضا تحتوي على كمية وفيرة من الفيتامينات والمعادن والمغذيات بما يكفي حاجة جسم الإنسان، وأيضا الجميل أنها موصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة www.eemsam.org أو إمسام.org. حقيقة يعني أي شخص يستطيع أن يبحث عن مصدر السباولينا وكيف ممكن الإنسان يستفيدها. دي أكسن أيضا يعني وفرت لنا هذا السباولينا بطريقة طبيعية، وأيضا يستفيد منها المستهلك من خلال استهلاك اليومي ويتمد بالعناصر الغذائية المفيدة. أيضا حقيقة فطر الكورديسيبس من المنتجات حقيقة الاستهلاكية الرائعة. فالكورديسيبس هو أحد أهم الأعشاب الصينية، ويعتبر أحد الثروات الحقيقة الطبيعية في جبال تيب. يحتوي على مقدار وفير من المواد الغذائية والمركبات الفعالة، أيضا يعزز القوة الجسمية والقدرة على التحمل. يعد الكورديسيبس أحد الوجبات الغذائية ذات القيمة العالية التي تقدمها دي أكس أن حقيقة للمستهلك. فطر عرف الأسد أيضا الحقيقة غني بالأحماض الأمينية والمواد الغذائية والمعدنية التي يحتاجها الجسم، يساعد على دعم الجهاز الهضمي، كما يساعد الجسم على الحفاظ على صحة الجهاز العصبي. حقيقة هذا المنتج منتج رائع ومنتج استهلاكي رائع، كمنتج يساعد أيضا في جسم الإنسان في يعني التغذية المتوازنة من الأحماض الأمينية إلى المواد الغذائية المعدنية التي يحتاجها الجسم، وأيضا يدعم الجهاز الهضمي كما أنه يدعم الجهاز العصبي لجسم الإنسان من التغذية المتوازنة.
أيضا منتج المايكوفيجي هو أحد المنتجات حقيقة الرائعة في دي أكس أن، يحتوي على ألياف غذائية محضرة بعناية من مجموعة متنوعة من الخضروات والفطور والفواكه والتوابل، يساعد على إزالة السموم من الجسم بالطبع عن طريق تنظيف البقايا العالقة بالجهاز الهضمي. يمكن استخدامه كبديل للوجبات كحمية غذائية عالية القيمة، يحتوي على العديد من العناصر والمواد الغذائية للجسم، كما أنه خالي من السكر والكوليسترول. حقيقة ممتاز جدا، ممكن الواحد يستخدمه كاستهلاك عادي مع الماء أو مع اللبن أو مع الزبادي أو في وجبات التغذية اليومية. منتج ذا قيمة غذائية حقيقة مرتفعة، أكثر من 23 حقيقة من الفطور والخضروات والفواكه والتوابل موجودة في هذا المنتج. هذه قهوة الجنزي السوداء 2 في 1، أحد منتجات ديكسن رائعة، عبارة عن توليفة فريدة تحتوي على أفخر أنواع القهوة ومستخلصة للجانوديرما، أيضا خالية من السكر ومناسبة جدا للذين يحرصون على صحتهم. محتوياتها سهلة الذوبان وذات أيضا عبق ممتاز، يساعد تناول فنجان واحد من القهوة الإنجليزية 2 في 1 على إنعاش مزاجك كمستهلك. حقيقة يعني هذه القهوة اليوم نحن كعرب أساسا يعني من محبين القهوة، فهذه القهوة أيضا ممتازة خالية من السكر، مناسبة أيضا للجميع، هي بديل عن القهوة العادية اللي نستهلكها في المنزل. هذه قهوة الإنجليزية أيضا 3 في 1، قهوة فاخرة مع وجود فطر الجانوديرما المغذي، أيضا تحتوي على كريمة نباتية بدون ألوان أو نكهات أو مواد حافظة صناعية، أيضا محتويات سهلة الذوبان وذات عبق ممتاز، جميلة جدا، بديلة قهوة طبعا ذات طبعا تحتوي على كريمة بديلة عن القهوة الموجودة في الأسواق اللي ممكن تكون حتى أسعارها غالية ولكن فيها كثير من الملونات والمواد الحافظة. أيضا هذه قهوة لجنزي 3 في 1 لايت بدون ألوان أو نكهات أو مواد حافظة صناعية، أيضا تحت محتوياتها سهلة للذوبان وذات عبق ممتاز. الواحد فقط يضيف مغلف واحد من القهوة هذه في 150 ملي من الماء كوب ماء ساخن، يحصل على كوب من القهوة الجديدة ذات مذاق فريد، وأيضا ممكن استخدامها في كقهوة باردة مع إضافتها مع الحليب أو مع الشوكولاتة. قهوة الكورديسيبس أيضا من حقيقة المنتجات الرائعة، عبارة عن قهوة كورديسيبس محضرة بعناية من قهوة من القهوة عالية الجودة ومستخلص فطر الكورديسيبس، توليفة فريدة وتجمع بين سلاسة الطعم والقهوة المنعشة. طبعا الواحد جيد أن يبدأ يومه بكل حيوية ونشاط مع هذه القهوة الرائعة، والحقيقة أيضا هذه بدائل للمستهلك من خلال توفير مثل هذه القهوة للمستهلك. واليوم يعني المستهلك حسب ذوق المستهلك ممكن يستخدم القهوة 2-in-1 أو 3-in-1 أو 3-in-1 لايت أو القهوة الكورديسيبس بحسب طبعا ذوق المستهلك. وهذا أيضا أحد منتجات الديكسن رائع، عبارة عن مسحوق الشوكولاتة جاهز الشرب مكون من أفخر أنواع الكاكاو مع مستخلص الجانوديرما، استمتع بالفوائد وعبق الكاكاو الفاخر مع العناصر المغذية من فطر الجانوديرما. ممكن نستخدمه كمشروب ساخن، ممكن نستخدمه كمشروب بارد، ممكن نضيفه في القهوة، ممكن نضيفه في أيضا المعجنات. حقيقة يعني منتج من المنتجات المميزة لديكسن. أيضا شاي لجنزي، شاي لجنزي دي أكسن مزيج مثالي من أفخر أنواع الشاي وخلاصة الجانوديرما المغذي، يعينك على استمتاع بطعم الشاي اللذيذ وفي نفس الوقت الاستفادة من المغذيات الموجودة في الجانوديرما لتعزيز صحتك. فقط اليوم هنستبدل منتجات بدل منتجات غير صحية إلى منتجات طبعا صحية تفيد المستهلك في حياته. أيضا هذا أحد منتجات دي أكسن رائع الحقيقة، زيت جوز الهند، وهو يعني زيت جوز الهند العضوي الطبيعي البكر، يحتوي على الكثير من المغذيات للجسم ويمكن استخدامه مع الوجبات، له عدة استخدامات كالجمال وصحة الشعر والبشرة بوجه عام. الحقيقة زيت جوز الهند متعارف عليه يعني من القدم سواء كان في الهند أو في شرق آسيا، ويعني له فوائد عديدة الحقيقة، سواء كان كزيت استبدال لزيت الطبخ أو استخدامه أيضا للبشرة أو للشعر أو للتجميل بشكل عام. كوردي باين هو عصير الأناناس، عبارة عن توليفة فريدة من الكوردي سيبس على الجودة مع عصير الأناناس بشكل طبيعي غني بالأنزيمات، غني بأنزيمات الأناناس التي تعمل مع الكوردي سيبس لمساعدة أجهزة الجسم على الحصول على نتائج أفضل وأداء بدني ممتاز، وهو أيضا مشروب بديل عن المشروبات الموجودة في الأسواق الغير صحية وغير طبيعية.
عصير المورينزي عصير مغذي مكون من الموريندا ستريفوليا، وهو غني بثمرة الكركديه أيضا، يحتوي على كمية كبيرة من الأنزيمات الهاضمة والألياف، غني بالفيتامينات والمواد المعدنية والمضاد للتأكسد. تستخدم موريندا ستريفوليا على نحو تقليدي منذ مئات السنين كمشروب صحي من قبل الشعوب الاستوائية. قليل جدا من عصير المورينزي يوميا في معلقة أو ملعقتين عصير مع ماء طبعا تخفيف بالماء، طبعا كمشروب بديل أيضا من الفاكهة الاستوائية اللي هي فاكهة النوني أو فاكهة المورينزي. عصير المورينزايم، وهو عصير المورينزي ولكن هذا عصير مخمر، عبارة عن عصير فاكهة النوني الناضجة غني بجميع الأنزيمات الطبيعية الناتجة عن عملية التخمر بفاكهة النوني. ممكن إضافته مع عصير الكورديباين أو الكركديه أو خلط طعام مع الديكسن أو مع العصائر الثانية. الحقيقة عصير ذا يعني تغذية ممتازة لجسم الإنسان، وهو بديل أيضا عن العصائر الموجودة في الأسواق الغير طبيعية. عصير الكركديه أيضا أحد منتجات الديكسن رائع، يحضر عصير الكركديه أو الروسيل للديكسن من مستخلط أزهار الكركديه، يوفر لك تشكيلة واسعة من الفيتامينات، يعتبر من أغنى المصادر الطبيعية لفيتامين سي. الحقيقة أيضا هذا منتج بديل عن المنتجات الموجودة في الأسواق من العصائر والمشروبات، كون الناس أساسا الكركديه كثقافة متعارف عليها في الوطن العربي. خل الطعام عبارة عن خل أرز المشهور في المطبخ الشرقي، أيضا يضفي نكهة مميزة وطعم رائع عند إضافة الوجبات والمشويات، يساعد على الجسم على الحفاظ على مستوى القاعدية البي اتش. يحتوي على فطر الجاودرم المغذي، يمكن إضافته إلى العصائر مثل الكورديباين والكركديه والعصائر حقيقة الطبيعية. يعني منتج حقيقة من أقوى المنتجات الموجودة في دي اكسن، يستفيد المستهلك من هذا المنتج أيضا في أيضا صناعة مستهلك صحي من خلال استهلاكه لخل الطعام الطبيعي الصحي. رقائق الاسبارولينا، بالإضافة إلى الفوائد الاسبارولينا، تعتبر رقائق الاسبارولينا غذاء كامل نظرا لما يحتوي من حبوب القمح الكاملة، يعتبر مثالي كوجبة مغذية للكبار والصغار. فقط اضف 200 ملي من الماء أو الحليب لمغلف اسبارولينا السيريال واستمتع بوجبة عالية القيمة الغذائية. ويمكن استهلاك الرقائق الاسبارولينا باستهلاكات متعددة كمشروب أو حتى إضافته في المعجنات. مربى الأناناس أحد منتجات ديكسن أيضا لذيذة، مربى الأناناس الطبيعي والغني بالجانوديرما، أيضا محضر من الأناناس الطبيعي 100%، يعتبر مربى الأناناس اختيار حكيم كطعام مغذي لعائلتك، يعطي طعما رائعا عند تناوله مع الخبز أو البسكويت أو المعجنات أو كحشو للكيك أو المخبوزات الأخرى. حقيقة أيضا من المنتجات الرائعة اللي أساسا لها طلب كبير جدا عند المستهلك. زيمنت، حلاوة النعناع، حلاوة بديلة خالية من السكر، عبارة عن خلاصة الجانوديرما والنعناع، يساعد في التخلص من التهاب الحلق السعال والبلغم، يعطيك نفس منعش وثقة أيضا في النفس عند تواصلك مع الآخرين. حل سهل وفي من تناول يدك في أي مكان وزمان، بديل عن حقيقة الحلاوة أو الحلاوات المصل الموجودة في الأسواق الأساسا غير طبيعية وغير صحية، فهذا أيضا حلاوة طبيعية وصحية تفيد المستهلك. نظام تنقية المياه أيضا من المنتجات الرائعة، يعالج المياه في خلال 5 مراحل، وأيضا ينقي الماء بنسبة 99.9% من الفيروسات والبكتيريا المسببة للعدوى المتنقلة عن طريق الماء. معجون الأسنان جانوزي أيضا من المنتجات حقيقة المفضلة للمستهلك، لا يحتوي على سكرين أو ألوان، يحتوي على جانوديرما عالي الجودة، فعال للمحافظة على نظافة الفم والأسنان، ويمنح نفس رائع وأسنان براقة وصحية. حقيقة أيضا من المنتجات الرائعة الاستهلاكية كمعجون أسنان. صابون الاستحمام جانوزي عبارة عن تركيبة خاصة غنية بالمستخلص جانوديرما وزيت النخيل، ينظف البشرة باللطف بينما يحافظ على زيوتها الطبيعية دون المساس ببنية البشرة. زيت النخيل غني بفيتامين إي والمواد المضادة للتأكسد الذي يساعد في إنعاش البشرة وتأخير ظهور علامات الشيخوخة، يترك بشرتك ناعمة ويضفي عليها نضارة وحيوية، أيضا حقيقة من المنتجات الرائعة البديلة للمستهلك. من المنتجات الرائعة الاستهلاكية الصحية تحت رغوة جسم الجانوزي التي تحتوي على مستخلص الجانوديرما وفيتامين إي، تعمل رغوة الجسم على تنظيف البشرة بلطف دون إزالة زيوت البشرة الطبيعية، مناسب لجميع أنواع البشرة وتعمل على جعل بشرتك ناعمة وصحية وأكثر نظارة. أيضا شامبو دي أكسان جانوزي يمتاز بتوازن الحمضية والقدوية، هو مناسب لجميع أنواع الشعر، مقوي لفوت الرأس لاحتوائه على خلاصة الجانوديرما وفيتامين بي 5. شامبو لطيف ومعتدل ويجعل شعرك صحيا وناعما وبراقا والجميع وللجميع أفراد الأسرة.
زيت جانو أيضا يحتوي على مستخلص جانوديرما وأجود أنواع زيت النخيل طبيعي بالكامل وغني بالمواد المضادة للتأكسد، يناسب جميع أنواع البشرة والجميع الأعمار. يستخدم كزيت تدليك أيضا جانو يوميا، سيمنحك وعائلتك البشرة ناعم وحريرية، وأيضا أيضا يستخدم لي أيضا تغذية الشعر وأيضا كتدليك عام للجسم. بودرة دي أكسن بودرة بديلة تمنحك شعورا بالراحة والانتعاش طوال اليوم، تخلصك من الشعور بالضيق الذي تتسببه الحرارة والالتهابات البشرة البسيطة. طبعا عرقه فاخر، يمنحك رائحة طيبة وثقة عالية بالنفس أينما كنت. طبعا مناسب للكبار والصغار كمنتج استهلاكي رائع. كريم شجر الشاي أيضا أحد منتجات دي أكسن رائع، عبارة عن كريم مرطب للبشرة محضر من زيت الشاي النقي، يمتاز بسرعة امتصاصه عبر مسامات البشرة، مناسب للحفاظ على صحة البشرة وحمايتها، ويعد استخدام آمن لجميع أفراد العائلة. زيت الأطفال أحد منتجات دي أكسن أيضا رائعة، زيت مرطب للجسم يعمل على تلطيف البشرة بشرة الطفل ويساعد على في حمايتها من الجفاف والتشقق والتقشر، وللكبار أيضا يساعد على ترطيب البشرة لجعلها تبدو ناعمة وطرية وحريرية الملمس طول اليوم. مقشر بابايا حقيقة إضافة ممتازة لمنتجات دي أكسن، مقشر ومنقي لتقشير البشرة مع حبيبات جوز البقان والذرة، مقشر مطري للوجه ومنقوع من خلاصة مع خلاصة البابايا، يترك بشرتك ناعمة وغنية مع إشراقة ذات مظهر صحي، وهي أيضا خيار صحي للمستهلك. مجموعة المنتجات صبار الألوفيرا تحتوي على 5 من المنتجات، تكوينها باستخدام مستخلص صبار الألوفيرا مع خليط من المستخلصات العشبية المفيدة للترطيب ونعومة البشرة مع توفير الحماية والوقاية للجلد والحفاظ على اللمعان البشرة. أيضا حقيقة هذه مجموعة ممتازة تجميلية، مجموعة العناية بالبشرة جانوزي، تركيبة نباتية فريدة تحتوي على خلاصة فطرة جانوديرما ومكونات نباتية، توفر أرقى مستويات العناية بالبشرة وتمنحك بشرة رقيقة ناعمة، طبعا ممتاز جدا للأخوات وأيضا للأخوة كالحفاظ على البشرة. منتج أحمر الشفاء جانوزي، أحمر الشفاء فاخر ومرطب، يعمل على تغذية الشفاء للحفاظ عليها ناعمة ورطبة ولينة، غني بخلاصة الألوفيرا وزبدة الشيا وفيتامين إي، يتوفر في عدة ظلال تناسب جميع ألوان البشرة، أحمر لؤلؤي، أحمر قرمزي، ووردي لؤلؤي، وعنابي لؤلؤي، أيضا خيار جميل جدا للمستهلك. نتحدث الآن إن شاء الله بعد ما انتهينا من الشركة والتعريف عنها ورسالتها وقوتها وأيضا المنتجات وفوائد المنتجات والتشكيل الواسع من المنتجات، نتحدث الآن عن نظام شركة دي أكسن حقيقة، هذا النظام الراقي أيضا اللي يمد المستهلك بقيمة مضافة. الحقيقة نظام دي أكسن هو نظام جميل جدا ورائع، وأيضا أتى في صالح المستهلك، فقط حول مشترياتك وكن مستهلكا حكيما من خلال استهلاك الباقة الغذائية الطبيعية الصحية من منتجات دي أكسن. أيضا يستطيع المستهلك أن يكون لتكون لديه بطاقة تخفيض المكافأة من خلال طبعا فتحة أو تسجيل لعضوية، الذهاب لأقرب فرع أيضا وتسجيل طلب العضوية، مطلوب الاسم الثلاثي مثلا وتاريخ الميلاد ورقم البطاقة ورقم الهاتف ورقم الوريد وأيضا رقم المعرف الشخص اللي دلك على دي أكس أن، ثم طبعا هذه البطاقة والعضوية مجانية وأيضا مدى الحياة، فقط مطلوب منك أنك أنت تأخذ بمنتجات استهلاكية باختيارك بقيمة 100 نقطة، أي ما يعادل 30 ريال عماني تقريبا، أي تقريبا ما يعادل أيضا 80 دولار إلى 100 دولار، وبكذا تصبح أنت عضو مدى الحياة، وأيضا يحق لك أنك أنت تستهلك المنتجات من أي دولة موجود فيها أفرع دي أكسن، وأيضا تستحق علاوة آخر شهر علاوة نقدية من خلال النقاط لكل المنتجات. وجود بطاقة تخفيض المكافأة حقيقة، هناك خصائص رائعة في المخطط التسويقي جميلة جدا تساعد العضو في أنه أيضا يحقق الحرية المالية من خلال دخل إضافي من خلال استهلاكه وأيضا مشاركته للآخرين من خلال وجود هذه الباقة من المنتجات. أيضا بطاقتك هي جوازك حقيقة لكل دول العالم، شبكة الأعمال المرموقة على مستوى العالم، تستطيع أنك تستهلك المنتجات، تستطيع أنك أنت تضم شركاء عمل من جميع أنحاء العالم في الدول التي يوجد فيها أفرع دي أكسن. أيضا حقيقة هذه فائدة للمستهلك اليوم في بناء علاقات فعاليات وملتقيات سواء كان داخلية أو خارجية مجانية، يتعلم كونك مستهلك اليوم، أستفيد من هذه العلاقات
بناء علاقات مع ناس ناجحة من خلال برامج وملتقيات، أتعرف ويكون معي ثقافة ووعي صحي ومالي واجتماعي من خلال هذه البرامج. بفضل الله سبحانه وتعالى يعني احتفلنا في 2018 على حفل ذكرى مرور 15 سنة على دي اكسن سلطنة عمان الحمد لله رب العالمين، اللي الآن فيها تقريبا أكثر من 80 عضو من العمانيين، وطبعا في الخليج وفي الشرق الأوسط وفي العالم ما شاء الله وصل أكثر من 7 مليون عضو حول العالم الحمد لله رب العالمين. اليوم نحن فخورين بوجودنا مع دي اكسن، الشركة الرائدة التي تمنح المستهلك كثير من الفوائد والفرص. عضوية دي اكسن حقيقة وبطاقة تخفيض دي اكسن تمنحك السفر المجاني السنوي كل سنة في دولة من خلال أيضا استهلاكك، وهذا حقيقة ميزة موجودة في نظام الدي اكسن. رحلتنا القادمة إن شاء الله إلى أذربيجان 2019، كل عضو مستهلك أيضا يشد الهمة وأيضا يشارك الآخرين ويتعلم كيف طريق البناء بإذن سبحانه وتعالى، يحقق علاوة جيدة ويحقق أيضا طبعا سفرة ترحال السنة 2019. إن شاء الله بنكون في أذربيجان هذه السنة، إن شاء الله بنكون في سنغافورة ماليزيا أيضا تايلاند، الرحلات متتالية مع نظام الدي اكسن. في الختام احصل على حياة أفضل في المستقبل مع نظام الدي اكسن، كن مستهلكا حكيما وشارك النجاح. هذا هي طبعا باقة قدمنا لكم باقة الآن حول التعريف للشركة والمنتجات والنظام. ندعو الجميع للاستفادة من هذا النظام، استفادة من هذه الباقات الرائعة سواء كانت الصحية أو المالية أو الاجتماعية أو حقيقة تحقيق كثير من الأهداف والأحلام مع الدي اكسن. الله يعطيكم الصحة والعافية، ونلتقي لنلتقي دائما.